السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي القناة قناة عالم النحل الأبي والصفحة على الفيسبوك تربية نحلة السيف الجزائرية. إذا سؤال الأخ متابع للصفحة عاكف من الأردن يقول: لماذا يبدأ النحل في بناء الأقراص الشمعية من الأعلى إلى الأسفل؟ يعني حقيقة سؤال وجيه، سنجيبه بإذن الله. إذا يبدأ النحل في بناء الشمع من الأعلى نحو الأسفل للكثير من الأسباب التي تساهم في تسهيل عملية البناء وكذلك الحفاظ على قوة الشمع أثناء البناء لكي لا ينكسر. ومن بين الأسباب التي تؤدي إلى بناء الشمع من الأعلى الأسفل، أولا الجاذبية الأرضية بحيث تساعد كثيرا في تثبيت الشمع واستقراره، وتساعد الجاذبية في تمدد الشمع إلى الأسفل بشكل طبيعي أثناء إفرازه من الغدد الشمعية للنحل. كذلك ثانيا عند بداية بناء النحل للشمع فالإطارات يعني يتجمع من الأعلى إلى الأسفل مشكلا عنقود، وتكون العاملات متشابكة فيما بينها بالأرجل مما يسهل عليها عملية البناء. كذلك نقطة أخرى، بناء الشمع من الأعلى الأسفل يجعله قوي خاصة عندما يكون مثبت في سقف قوي في الأعلى مما يجعله أقل عرضة للانكسار والهشاشة. كذلك يسهل بناء الشمع من الأعلى الأسفل بناء عيون سداسية منتظمة، وتكون يعني بحسابات جد دقيقة خاصة مع نهاية الشمع بالأسفل. يساعد أسلوب كذلك أسلوب بناء الشمع من الأعلى للأسفل في تنظيم درجة الحرارة والرطوبة بعد تجمع النحل من الأعلى نحو الأسفل. وعند احتياج النحل للتوسع يمكن للنحل مواصلة البناء عكس البناء من الأسفل إلى الأعلى أو من الأطراف يمينا أو يسارا. إذا كانت هذه إجابة على السؤال، إن شاء الله نكون وفقنا في الإجابة. شكرا لكم متابعينا الكرام، وكذلك شكرا للأخ عاكف على السؤال. إلى اللقاء.